في خالد على الهاشتاج رد عليك، يقول يا خالد القحطاني ترى سبعة جانب أثرت سلبيا على وجود رأس حربة سعودي، لأن هذه الخانة احتلها الأجانب، والدليل ما عندنا رأس حربة بحجم ماجد نعتمد عليه بالمنتخب. على أساس أبو بدر اللي كان يلعب قبل 2018 ماجد وسامي وبقي الأساطير، ترى لو جينا نشوف منهم رؤوس الحربة اللي شاركوا في مونديال 2018 أبدا ما كانت القائمة مرضية. يعني نشوف الكابتن محمد السهلاوي لعب في 6 مباريات من أصل 10 سجل هدف واحد، ناصر شمراني لعب في مباراة واحدة، مو خالد هذا كل هذه الأسماء لا خالد مع بقية، يعني في جزء شريحة من المشاهدين للآن عايشة في دور أنه لازم رأس الحربة التقليدي ومعاه الأجنحة ها، وشوي اللي يقول إيش رأيك نجيب محيسن ونجيب صالح خليفة، يا عمي هذا شيء يعني ثلاث أرباعكم ما لحقوا عليه ما انولدوا، فكرة القدم تغيرت. صحيح. الهداف ممكن يكون لاعب محور، لا ممكن يكون ظهير، ممكن قلب دفاع يسجل. ابو بدر تفضل. اليوم ابو بدر نادي مثل ليفربول مانشستر سيتي ما عندهم رؤوس حربه يشاركهم بشكل اساسي، نادي مثل مانشستر يونايتد عنده كريستيانو رونالدو بعمر 36 سنه ما زال الى اليوم هو اللي يشغل هذا المكان، ابراهيموفيتش بعمر 40 سنه هو المهاجم الاساسي في سي ميلان، فهذه ازمه عالميه ما في احد يقدر ينكر هذا الشيء واضح للعنان. ولكن تعال شوف منتخبنا اللي يقول انه منتخبنا فقد عنصر المهاجم بسبب انه اصلا يشارك السبعه اجانب، عنصر المهاجم كان في 2018 متاح، والكابتن محمد السهلاوي بعد 2018 وهو اساسي في المنتخب فقد مكانه في النصر، نايف هزازي فقد مكانه في كل انديه الدوري، ناصر شمراني برضه فقد مكانه في كل انديه الدوري، فما كانوا في افضل حالاتهم، ولكن رغم ذلك برغم مستوياتهم اللي ما كانت في افضل مستوياتها في ذاك الوقت حصلوا على فرصه المنتخب لانه هذا المتاح. اليوم اللي يحدث شيء غير مختلف عن ذلك تماما. بجانب اخر بدر النقطه اللي الكثير يتكلم فيها عن سالفه انه الاجنبي هذا بيجي ياخذ مكان محلي ممتاز، اللاعب المحلي في كل العالم الممتاز له قيمته العاليه، فما في اليوم لاعب اجنبي يقدر يخلي سلطان الغنام احتياط في النصر ولا سالم الدوسري احتياط في الهلال ولا عبد الله المالكي احتياط في الاتحاد وعلى ذلك فقس. ولو جيت تشوف افضل دوري في العالم اللي هو البريمير ليج هو اكثر دوري فيه لعيبه اجانب متاحين لكل الانديه، بي خلينا نقول الشروط ممكن تكون اقل من بعض الدوريات في العالم اليوم، الا انه في نفس الوقت اليوم انجلترا عندها ممكن افضل جيل من العناصر الشابه الموجوده هناك. ممكن يقول واحد طيب الاحتراف خلينا نقول خارجي ولا اي لاعب انجليزي يقدر يلعب خارج انجلترا، هذا كلام صحيح، ولكن ما في الا لاعب واحد اللي هو تريبير في اتلتيكو مدريد وقبل ذلك كان في توتنهام هو الوحيد اللي يدخل قائمه المنتخب وهو من خارج الدوري الانجليزي، فبعد ذلك اللاعب الانجليزي وجد مكان لانه مميز ووجد ذلك مكان في المنتخب بارتفاع مستوى الدوري يتجرع افضل خلينا نقول الحالات التنافسيه الكويسه على مستوى الدوري، فكان القرار جدا مهم لدورينا. اكثر المدربين في عدد مرات